يعطيكم الصحة والعافية معاكم احمد بركي تقبل الله طاعتكم مشكورين على الدعم قناة جديدة مثل ما قلت لكم اول بلشت راح اسوي سحب على السامسونج جالكسي اس 6 هني عندي ال 32 جيجا بايت واللون الذهبي اس آه 6 العادي مو اس 6 الاج فضلت انا صراحة اكثر عن الاج عموما وعدكم ان راح اسوي سحب سويت السحب وطلع على اسم الفايز وقلت لكم راح اعلن عن الفايز في فيديو فلا طولها وهي قصيرة مبروك الف الف مبروك حق واحد من متابعيني اسمه مبارك السليطي سليطي لان مكتوب اسمه بالانجليزي ان شاء الله مو قاعد اقول اسمك غلط مبارك السليطي راح يطلع اسمه الحين تحت هني وراح ادز لك مسج على قناتك مالت اليوتيوب فادخل قناتك مالت اليوتيوب وروح حق مسجاتك عشان تلقى هناك اسمك انه او انت تواصل معي انا راح ادز لك مسج راح تلقى مسج على ما يخلص هذا الفيديو راح تلقى مسج انت اوريدي عندك بالانبوكس مالك مال اليوتيوب تواصل معي الله يهينك دز ايميل موجود بالبزنس انكويري دز بالتويتر او إنستغرام تعال تواصل معي عطني عنوانك خلني اطرش لك التليفون عليك بالعافيه مقدما واجمعت الخير والله ودي ان انا اعطيكم كلكم يعني شيء مو شرط انه يكون تليفون صراحه ودي اعطيكم كلكم ناس وايد كانت تقول تكفى احمد فوزني احمد تكفى انا مو قاعد افوز احد لو بفوز احد كان اعطيت حق واحد من ربعي بس انا مو قاعد اسوي كذي انا قاعد استخدم نفس الطريقه لأول مره سويت فيها سحب حق الموتور سلوركس اني قاعد استخدم الاكسل شيت واستخدم فورمولا اسمها راندوم بتوين بس خذت كوبي كل السبسكرايبرز اللي اوريدي موجوده عندي بالشانل مثل ما وعدتكم كان الشرط فقط انك انت تسوي سبسكرايب فما يندره آه ان شاء الله حظك يكون اوفر بالسحب الجاي وجزاكم الله خير على المتابعه والدعم مشكورين ما قصرتوا عليك بالعافيه مبارك التليفون راح يوصل لك باذن الله عطني عنوانك عشان بس اشحن لك التليفون اذا ما كنت انت داخل الكويت وبس سلامتكم تعيشون مشكورين على الدعم ما قصرتوا جزاكم الله خير ربي لا يحرمني منكم واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي في الله الكريم